آخر وزير إعلام، كانت هذه آخر تصريحات وزير الإعلام الحالي الأستاذ صلاح عبد المقصود. مطلب إلغاء وزارة الإعلام كان أحد أهم مطالب الثورة، وقد توقفت أو ألغيت فترة قليلة جدا، ثم جاء الأستاذ أسامة هيكل وزيرا للإعلام. كيف سيكون شكل الإعلام في المرحلة المقبلة؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع الأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ ياسر. قبل أن نتحدث عن الإعلام وإذا كان يعني سيكون هناك وزير إعلام من عدمه، دعنا نعلق على كلمة الرئيس محمد مرسي والتي قالها منذ قليل. هو الرئيس مرسي منذ دخوله إلى المعترك السياسي الانتخابات الرئاسية وبعد كده فوزه بالمنصب، في الواقع عكس قدرة خطابية جيدة، وواضح أن عنده شهية كبيرة وواضحة للحديث إلى المجال العام، لكن في بعض الأحيان هو يفرط في الحديث إلى المجال العام. وأنا أدعو الرئيس مرسي وطاقمه الاستشاري إلى مراجعة فكرة مدد الحديث التي يلقيها، وأيضا مناسبات الأحاديث التي يتحدث فيها. وأتصور أيضا أنه من الجميل جدا أن يكون الرئيس مرسي له خلفية ثقافية متينة فيما يتعلق بالبعد الديني. رئيس مرسي طبعا له خلفية في هذا الإطار. طيب قبل أن نتحدث عن البعد الديني، أنت تقول أنه يجب على المستشارين أن يراجعوا نفسهم في الخطب. ليه؟ لانه ده جديد ولا لانه يعني خطا؟ لان انا مثلا معايا في بدايه المقهى كان معايا رواد من المقهى، ناس عاديه، وكانوا بيقولوا انه ده اول مره رئيس يتكلم معانا كده، واول مره رئيس يكلمنا بلغه مختلفه عن لغه الرئيس السابق. في المناسبات الدينيه بيتكلم بطابع ديني، في المناسبات السياسيه بيتكلم سياسه مثلا. يعني انا بتصور انه اللي يرأس مصر هيبقى جميل جدا انه يكون عنده نزعات ثقافيه وخلفيات معينه، وجميل جدا طبعا انه يكون ثقافته الدينيه متينه، لكن يجب ان يكون مدرك لطبيعه المنصب الرئاسي، ومدرك ايضا ان مصر هي دوله فيها دينين، يعني مصر فيها مسلمين وفيها مسيحيين. وانا اتصور انه الرئيس مرسي محتاج بسرعه الى ان يراجع نفسه فيما يتعلق بحجم الخطب التي يلقيها وتكرار المناسبات. ربما يكون الجمهور المصري في حاجه مثلا الى معرفه تفاصيل سياسيه معينه، سواء كانت تتعلق مثلا بحدث خطير زي حدث رفح او ما عقبه من التغيرات الحاده في المجلس العسكري وفي وزاره الدفاع. ربما يكون الجمهور المصري عايز يعرف اشياء مثلا عن العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، او عن العلاقات مع ايران بعد زيارته لجده وحضوره للقمه الاسلاميه. ربما المحتوى السياسي هو الافضل في هذه الاوقات. اتصور ان الرئيس بيحب انه يركز على البعد الديني في خطاباته، وهذا امر محمود اذا لم يكن صادرا عن مؤسسه الرئاسه بشكل مطرد ومتكرر، وبيحب يبعد عن الانباء المحدده والتناول المحدد للتطورات السياسيه المهمه، ويتكلم في المجمل العام، حض الجماهير على العمل، حض الجماهير على الاتحاد والتآلف. أتصور أنه الإفراط في الظهور والإفراط في الكلام الذي لا يعكس محتوى سياسيا يعني صلبا ومتماسكا ويجيب عن الأسئلة المهمة للرأي العام، أتصور أنه هيجيب رد فعل عكسي مع الأيام. وعايز الرئيس مرسي يعرف أنه المصريين لديهم إدراك كبير للعنصر الديني واستيعاب كبير للعنصر الديني، وهم بيلاقوا مصادر كتير يتزودوا منها بالمعرفة الدينية، واعتقد ان الرئيس عنده دور تاني غير ان هو يضيف الى هذه المصادر. طيب حتى فقط يعني نعبر عن شرائح مش بتتكلم عنها دلوقتي، انه ربما هذا النوع من الحديث، انت بتتكلم ان هو خد قرارات مهمه جدا الاسبوع اللي فات، كان من الاقدر ان يخرج على الناس ويوضح هذا ما افهمه، وهذا ما يحتاج الى ان يسمعه الجمهور المصري. يعني مثلا لسه قاري دلوقتي الجمهور المصري بكل شرائحه ولا بشرائح معينه تهتم بالسياسه، وربما هناك شرائح اخرى في شهر رمضان تهتم بما كان يتحدث عنه. كويس، ما احنا عندنا علماء دين، وعندنا مساجد، وعندنا صلوات، وعندنا وعاظ، عندنا تخمه في هذه المساجد، عندنا قنوات دينيه. واتصور ان المصريين في حاجه الى رئيس يدرك
خصوصية اللحظات السياسية الراهنة ويحدثهم في الشأن السياسي بشكل مركز وواضح. وأعتقد أنه فكرة الوعظ الديني والرؤية الدينية أعتقد أن احنا عندنا مصادر كفاية نتزود منها بتلك المعرفة، ونريد أن نريح الرئيس ونجعله يتفرغ لما نعتقد أنه في هذه المرحلة أهم. كثير من الدين قليل من السياسة في الخطاب الماضي، ماذا كنت تنتظر؟ عايزين كثير من الدين، عايزين كثير من الدين وقليل من الكلام عنه من قبل رئيس الجمهورية. نعم. لأنه رئيس الجمهورية مش المفروض أنه هو مصدر التزود بالمعرفة الدينية في دولة زي الدولة المصرية، لكن مصدر التزود بالمعرفة الدينية موجود ونقدر نلجأ له وهو متاح وما فيش عليه أي حظر. ومصر لم تكن دولة جاهلية كما شبه الرئيس قبل ذلك أن ما حدث أخيرا هو أشبه بفتح المسلمين لمكة. لا، مصر لم تكن مجتمعا جاهليا، ومصر لم تكن تنبذ الدين، ومصر مجتمع متدين بطبيعته. ونريد رئيسا يفهم أن مصر مجتمع فيه مسلمين وفيه مسيحيين، وأن هذا المجتمع يريد حل مشاكله السياسية الملحة، ويعرف وعاظا كثيرين يستطيعون أن يعني يشبعوا نهمه إلى المعرفة الدينية. إذا كان الرئيس طلع على الناس وقال لهم خطبة أخرى بها أو كلمة أخرى بها كثير من السياسة والتصريحات والتوضيح حول القرارات الماضية، كان ممكن أن تأتي هذه الخطبة في السياق العادي؟ أنا برضو ستظل من وجهة نظرك ومن وجهة نظر شريحة أخرى أيضا أنه برضو ده مش مفروض أن الخطبة بتاعت الرئيس تبقى كده أو الكلمة بتاعت الرئيس تبقى كده. يعني أنا في البداية كنت يمكن أنا كنت معاكي مرة وتكلمنا عن الظهور ثلاث مرات عشية القسم الدستوري. صحيح. وأثناء حلفه اليمين الدستورية الرسمية في المحكمة الدستورية، وقلنا أنه كان موفق جدا في اختيار الموضوعات التي تحدث فيها، وأنه كان موفق جدا في إتقانه وبلغته وتعبيره الجيد عن الموقف السياسي أنذاك. لكن ما يبدو لي الآن أن الرئيس، حتى أنا لما شفت لغة جسده أثناء الحديث، هو بيفرط في إبداء الثقة وإظهار الثقة، وأتصور أنه في حجم مطالب كبير قوي في مصر وسقف بلا حدود للمطالب، وفي نزعة تمرد واضحة. وأعتقد أن الجمهور يريد من الرئيس أن يتحدث عن الحاجيات الملحة والأساسية وعن الأخبار السياسية المفصلية، وأتصور أنه يكثف ظهوره ويركزه ولا يجعل من هذا الظهور مسألة شبه يومية. أنا أرى أن الرئيس مرسي يفرط كثيرا في الكلام، وأدعوه إلى التقليل من الكلام وأن نرى أفعالا على الأرض أكثر، وهذا أعتقد سيخدم الرئاسة وسيخدم التطور الديمقراطي المصري. نعم، دعنا نتحول إلى موضوع هذه الفقرة وهو تصريحات وزير الإعلام الحالي الأستاذ صلاح عبد المقصود بأنه هو سيكون آخر وزير للإعلام. أنت تعلم أنه كان هناك طبعا تصريحات أنه مش هيبقى في وزارة إعلام، مش هيبقى في وزارة تخضع لها القنوات المصرية يعني في الإعلام، وبعدين جه وزير إعلام. ما هي نقاط التحول هذه وكيف يمكن لها تؤثر على شكل الإعلام في المرحلة القادمة؟ يعني أنا كان ليا الظروف خدمتني أن أنا استمعت مباشرة في جلسات عديدة من اللواء طارق المهدي، وأول من تولى المسؤولية مسؤولية الإشراف على الإذاعة والتلفزيون بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، واستمعت مباشرة إلى الوزير الأستاذ أسامة هيكل، واستمعت أيضا مباشرة إلى الوزير اللواء أحمد أنيس. وأنا متأكد أن الثلاثة أكدوا لي أنهم يرغبون في عدم وجود وزارة إعلام في مصر، وأنهم يرغبون أيضا في نقل الإشراف على قطاع الإعلام في مصر إلى مجالس متخصصة، لكن لأسباب عديدة لم يحدث ذلك. وأعتقد أن الأستاذ صلاح المقصود يقول نفس الكلام، ولذلك أنا بسبب خبرتي الشخصية المباشرة أعرف أن هذا الكلام لا يمكن الحكم عليه إلا بعد ما نشوف تطورات الأحداث. أعتقد أنه اختيار أصلا وزير إعلامي هو رجل مشهود له بالكفاءة وبحسن السمعة وله تاريخ نقابي مشرف في نقابة الصحفيين، أعتقد أن اختيار وزير إعلام ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين لا يعطينا الطمأنينة الكافية لنقول إن هذه الجماعة حزب الحرية والعدالة وزير الإعلام المنتخب الذي الجديد المعين الذي ينتمي إلى هذه الجماعة من الممكن أن يكون جاء بهذه الرؤية، وإلا فما كان الداعي لاختيار وزير إعلام من جماعة الإخوان المسلمين. إذا كان في ناس شايفة إنه ده جاي في السياق إنه لازم يكون في وزير إعلام كخطوة تسبق انه ما يبقاش في وزارة الإعلام. وانا كتبت يوم الاحد السابق لتكليف الحكومة يوم الخميس، الحكومة كلفت يوم الخميس، يوم الاحد السابق عليه كتبت في المصري يوم مقالا وقلت فيه ابقاء اللواء احمد انيس لمدة 3 شهور بتوجيه استراتيجي محدد، في خلال 3 شهور يتم تفكيك وزارة الإعلام ويتم انشاء مجلس مختص بالاشراف على صناعة الإعلام المسموع المرئي وهيئة قومية للاشراف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. واتصور ان الذي كان يريد ان يمضي في هذه الطريق
كان امامه الفرصه لكي يبقي اللواء احمد انيس، وخصوصا انه لم يكن يواجه احتجاجات كبيره من مبنى الاذاعه والتلفزيون مسبيرو مثلا، وبالتالي كان يستطيع. انا لا اريد ان اشكك في ما يقول وزير الاعلام او ما تقول جماعه الاخوان او حزب الحريه والعداله، لكن اريد ان اقول ان الامر سيبقى على المحك، وخصوصا وقد ظهرت بعض الاشارات التي تعزز القلق والمخاوف من انه ربما تكون الجماعه جماعه الاخوان المسلمين تريد ان تطوع المجال الاعلامي باكثر مما تريد اصلاحه. لدينا اشارات تظهر في ليس فقط تعيين وزير اعلام ينتمي للاخوان، ولكن ايضا في اصرار مجلس الشورى على ما يقول انه حقه القانوني في تعيين رؤساء تحرير الصحف القوميه. ولدينا ايضا مش هو ده حقه فعلا؟ مش القانون اداله الحق ده؟ نعم. هو بيمارسه حقه المستمد من عوار نظام مبارك السياسي والقانوني. تمام، يبقى هو مشكلة مجلس الشورى ولا مشكلة اللي عاملين الخناقة ان هم عاملينها مع الجهة الغلط؟ خليني اقول لك الموضوع، اقدر اوضح لك الموضوع. كانت لدينا ما يسمى ب تبن مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة. نظام مبارك خطف هذه المؤسسات الثمانية من خلال الغرفة الثانية في البرلمان اللي هو مجلس الشورى. ومجلس الشورى كان حزب وطني، وكان مجلس الشورى يعين قيادات هذه الوسائل. بينما الحكومة، حكومة مبارك، تمول عجز هذه الوسائل. حينما تعينين القيادات وتمولين العجز تكون لك السيادة على تلك الوسائل. نظام مبارك قامت ضده ثورة، ومن ضمن أهداف تلك الثورة تحرير الإعلام، وأنا أشهد على ذلك. ومن ضمن أدوات تحرير الإعلام عدم إخضاع الصحف القومية لسلطة الفئة الغالبة سياسيا، سواء كانت النور السلفي أو الإخوان أو حسني مبارك أو الليبراليين. وبالتالي أن ننشئ هيئة قومية ذات تشكيل عريض ومتوازن تمثل المجموع العام المصري في الإشراف على وسائل الإعلام المملوكة للشعب المصري، وليس أن نعطي السيادة لجناح في السلطة. تمام. هو حزب الشورى لكي يمارس هذه السيادة. كان المنتظر من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس الشورى أن ينتصروا لأهداف ثورة يناير فيحرروا تلك الوسائل عبر إنشاء تلك الهيئة، وخصوصا وأننا قدمنا لهم المقترح. تمام. لكنهم فعلوا ما كان يفعله مبارك واحتجوا وتذرعوا بنفس ما كان يقول مبارك أن القانون ينص. نحن قمنا بثورة على هذا القانون الذي ينص، فلا تأتي وتحكمني به مرة ومع أخرى. ومع ذلك أنت تخوض معركتك مع الشورى وليس مع من وضع مع القانون نفسه. لا، نخوض معركتنا مع القانون بدليل أنه أنا شخصيا مثلا رحت الجمعية التأسيسية في 3 جلسات استماع، وهم مشكورين دعوني لذلك، وأعطيتهم نص دستوري لكي يفعلوه، وهم أبدوا اقتناعا به. وأتصور أن الجماعة الصحفية والإعلامية كلها تطالب بإنشاء هيئة للإشراف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وليس إخضاع تلك الوسائل لوزير إعلام يعينه الحزب الحاكم ولا لمجلس الشورى الذي يمثل الحزب الحاكم. وبالتالي لا يمكن أن نحتج بالقانون الذي أسقطناه بثورة قامت هنا في 25 يناير 2011. خلينا نرجع لوزارة الإعلام، هيكون في وزارة إعلام ولا ما فيش وزارة إعلام؟ إزاي وجود وزارة إعلام سيؤثر على الإعلام، وعدم وجود وزارة إعلام هيعمل إيه في الإعلام، وأين ستكون الضوابط إذا؟ وزارة الإعلام لديها عدد من الملفات، أهم ملف لدى وزير الإعلام هو الإشراف والإدارة والتحكم والسيطرة والهيمنة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون. اتحاد الإذاعة والتلفزيون هذا الأمر يعني 28 قناة تلفزيونية وحوالي 9 شبكات إذاعية تصدر عنها عشرات الخدمات ومجلة وعدد من المواقع الإلكترونية، وأيضا 43 ألف موظف، وأيضا عجز مالي حوالي 17 مليار جنيه حسب ما قال وزير الإعلام السابق الأستاذ أسامة هيك. هذه التهمة الكبرى، هذه المشكلة الكبرى، هذا الكيان الضخم الذي يستخدم كآلة في يد من يعين قيادته، نريد له أن يتحرر من القيادة التي تنتمي إلى الحزب الحاكم، وإلا سيظل أداء هذه الوسائل يخدم نظرية ووجهة نظر الحزب الحاكم. وبالتالي وجود وزير الإعلام على رأس هذا الجهاز معناه أنه يتحكم في المحتوى الصادر عنه، وبالتالي من الممكن أن نفهم أن هذا المحتوى سيسخر لخدمة الحزب الحاكم أو الجماعة الحاكمة. ونحن نطالب بأن يزال هذا الملف من يد وزير الإعلام الذي يمثل السلطة التنفيذية، ويوضع في يد هيئة عريضة تمثل المجموع العام المصري، وبالتالي نضمن أن هذا المحتوى سيعبر عن المجموع العام المصري وليس عن الفئة الغالبة فيه. واضح من تصريحات الوزير وزير الإعلام أنه يعني كل ما تذكره الآن محطوط في الحسبان، وأنه هم مش عايزين يكرروا تجربة الحزب الوطني، وبدليل أنه بيقول أنه حيكون آخر وزير يعني إعلام، يعني ربما لن يكون هناك لدينا وزير إعلام منزل في هذا مثلا الشارع. المنزل ده كان مخطوفا لمصلحة سلطة غاشمة، تمام؟ فجاءت سلطة طيبة
وأخذت المنزل وأغلقته بالمفاتيح وقالت أنها ستحرره. دعينا ننتظر حتى نرى إذا كانت ستحرره فعلا أم ستمكث فيه وسوف تستخدمه لمصلحتها. تمام، لما تيجي تحرره بقى إن شاء الله كيف يكون التحرير؟ طبعا اللي أنا هقوله دلوقتي أنا مش بقوله لأول مرة، لكن اللي أنا بقوله دلوقتي أنا قدمته في مشروعات وكتبته في كتب واستمع إلي مجلس الشعب فيه في 3 جلسات متتالية، والمبادرة المصرية لتطوير الإعلام اللي بتضم تجمع من أفضل الإعلاميين في تقديري في مصر قدمت مشروع مقترح لإنشاء مجلس أعلى للإعلام المسموع والمرئي لينظم صناعة الفضائيات. يعني أنت الآن في هذه القناة تخضعين لإرادة لا تنتمي لهيئة مستقلة، ولكن تنتمي يا إما سلطة منطقة المدينة الحرة وهذه تبع الإدارة يعني تبع السلطة التنفيذية، يا إما لوزارة الإعلام أو الهيئة الاستعلامات ودي جزء من السلطة التنفيذية. تمام، ما نريد نحن من خلال هذا المشروع أنه ينشأ مجلس بتشكيل عريض ومتوازن يقوم بالإشراف على صناعة البث المسموع والمرئي من جهة، وأن تنشأ هيئة تعكس مصالحنا كلنا مستقلة للإشراف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. فالهيئة دي اللي بتعكس مصالحنا كلنا تقوم بتعيين قيادات في الصحف القومية وتقوم بتعيين قيادات في خدمات الإذاعة والتلفزيون، ويكون عنوان هذا التعيين اخدموا الشعب لا تخدموا الحكومة. الآن جاء إلينا رجل من الحكومة وقال لنا أنا سأجعلها تخدم الشعب، ولذلك سيكون هذا القول على المحك، وسنجلس وسنراقب وسنرى إذا كانت ستخدم الشعب فعلا أم ستخدم الفئة الغالبة التي عينت هذا الرجل في هذا المنصب. حتى يعني نكتشف من ستخدم هذه الجهة في الفترة المقبلة، أنت بتتكلم عن حاجة زي مثلا بي بي سي؟ نعم، هذا بالضبط ما نقصده، أن البي بي سي هي هيئة الإذاعة العامة في المملكة المتحدة. هيئة الإذاعة العامة في المملكة المتحدة لا تعمل من أجل حكومة ولكن تعمل من أجل الشعب البريطاني، ويقودها مجلس أمناء يعكس استقلالية وتنوعا في المصالح، ولديها أدبيات واضحة تحول دون أن تسيطر سلطة بعينها بسبب الانتخابات الزمنية على أداء هذه الوسيلة، ولذلك لا يشكو الشعب البريطاني عادة من أن هيئة الإذاعة البريطانية تضلل أو تفرط أو تسيء أو تلمع. لكن مثلا أنت تذكرين أنه حينما كانت وسائل الإعلام المملوكة للدولة تحت سيطرة المجلس العسكري في أحداث مزبيرو 19 الفائتة، تذكرين أن هذه الوسائل عملت على خدمة من يعين قيادتها. يعني في أحداث مزبيرو التغطية كانت فضيحة. في 25 يناير أنت تذكرين أن هذه الوسائل التي كانت في يد حسني مبارك عبر وزير إعلامه أنس الفقي ومجلس الشورى من خلال رئيسه صفوت الشريف، أنت تذكرين جيدا أن هذه الوسائل كانت تخدم من يقودها، لأن من يدفع للزمار يسمع اللحن الذي يطربه، ومن يملأ السيارة بالوقود يحدد وجهة السير، وبالتالي نحن لدينا جماعة الإخوان المسلمين تملأ السيارة بالوقود وتعين سائقا، ونحن ننتظر لنرى سيذهب إلى الوجهة التي يريد الشعب المصري أم سيذهب إلى الوجهة التي تريدها الجماعة. كما بدأنا هذه الفقرة بالتعليق على كلمة الرئيس، دعنا نختمها أيضا بالتعليق مرة أخرى على كلمة الرئيس. من ضمن ما قاله الرئيس مرسي في هذه الكلمة مثلا أن الشريعة الإسلامية هي دستور الحياة، ده من ضمن ما قاله. تعليقك. يعني أنا أتصور أن المعركة الكبرى في النزاع على السلطة انتهت، وقد تكون معركة كبرى أخرى قادمة ستظهر تجلياتها في الدستور وستظهر تجلياتها في السياسة حينما يكون الرئيس مرسي مضطرا لأن يتصف وينسجم مع تكوينه السياسي والحضاري والقيمي والديني، ويتصف وينسجم مع جماعته جماعة الإخوان المسلمين التي أوصلته إلى هذا المنصب، وأيضا يتصف وينسجم مع حلفائه وخصوصا من التيارات الإسلامية الأكثر تشددا على يمين الجماعة كالسلفيين وغيرهم الذين قالوا سننتخبك لتأتي بالشريعة. والرئيس مرسي في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية خرق الصمت الانتخابي في جولة الإعادة وقال سنطبق الشريعة، وأعتقد أن المفهوم الذي أتى به الرئيس مرسي ليس جديدا حينما سيستتب له الأمر، وأعتقد أنه بالفعل صاحب السلطة الوحيدة في مصر من خلال جماعة الإخوان المسلمين، أعتقد أنه سيضطر إلى أن يلبي الاستحقاقات، وبالتالي سندخل في ربما معركة كبيرة اسمها تطبيق الشريعة. لا أعتقد أن مصر تحتاج هذه المعركة في هذا الوقت، ولا أعتقد أن الإسلام كان يدار في مصر، ولكن أتصور أن الرئيس مرسي من المفترض أن يركز في الملفات الساخنة والحقيقية التي يحتاجها الجمهور، واجعل الشريعة تأتي بعد ذلك. لكن لو اختار هذا التوقيت لقنبلة الشريعة أتصور أنه سيدخل في معركة كبيرة. دعنا أيضا نتحدث عن
يعني طبعا 24 اغسطس بعيد، لكن بما ان الناس بتتكلم عنه من دلوقتي وبتجرمه من الان او بتشجعه من الان، دعنا نعلق عليه. يعني كيف ترى هذه يعني الدعوات للنزول يوم 24 اغسطس ما بين مؤيد وما بين من اهدر دمهم؟ حقوق التظاهر هي حقوق مشروعه للشعب المصري خصوصا بعد ثوره 25 يناير. انا لا اعتقد ان هناك زخما سياسيا قادرا على اشعال حدث مهم في 24 اغسطس. وانا اتصور ان احتجاجات الشارع التي سيواجهها الرئيس مرسي لاحقا لن تاتي من قبل الجماعات المسيسه التي تكره الاخوان المسلمين او تعاديهم معاداه مبدئيه، ولكنها ستاتي من الجمهور الذي لن يرضى بان تقايضي امنه وسلامته وكهربائه وماءه وطعامه بما يسمى الشريعه التي سيعرضها علينا الرئيس مرسي. هذا الجمهور الذي ينتظر رئيسا يمتلك كل الصلاحيات لكي يلبي له مسائل الكهرباء والطاقه والماء والطعام لن يقايد على تلك الحقوق بما يسميه الرئيس مرسي الشريعه التي هي كانت تخدم وتصان في مصر، لان مصر دوله متدينه طول تاريخها. ولذلك فكره البسوا ملابس قطنيه وفكره شدوا الاحزمه لن تنجح في مواجهه هؤلاء الذين ربما سيخرجون ليطالبوا بحقوقهم في الكرامه وفي العيش وفي الحريه. ولذلك لا اتصور ان 24 اغسطس لديه الزخم الذي يحدث نقله، لكن اتصور ان الرئيس مرسي حينما يركز على مشروعه ما يسمى بالشريعه سوف يواجه الكثير من الاحتجاجات التي تريد اولا ان تستوي على سلم الكرامة الإنسانية قبل أن تحدثيها في مسائل خلافية بامتياز. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي، أشكرك جزيلا الشكر. مشاهدينا أشكركم أنتم أيضا على متابعة هذه الحلقة من على المقهى، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. لفوا الحمامة تلاتة واقفين تلاتة تلاتة ماسكين حربة رهيفة، زعيم الغرب اسمه خليفة. زعق ابو زيد في حالة الديك، زعق ابو زيد في حالة الديك، العقل منه جناين يا واد هز الزراني، بالعرب دخل الجناين. ابو زيت والام خضرة لابس نظيف الخلايق، ادم فيها زيت وخضرة معمل حساب الخلايق. ولا حد خالي من الهم، ولا حد خالي من الهم، حتى جلوع المراك اوعى تقول للناس يا عاب لو كان عسر جراك. يا قلبي خليك صبا، يا قلبي خليك صبا، اصبر على حكم سيدك، يا قلبي لكويك بنا، خدتي عدوك حبيبك. جاني طبيب النهارده على جسمي محمل الخلايق، اروح للوحوش اتكلم
ولا لدعتي على الخلايق. دنيا غرورة وعطسة، دنيا غرورة وعطسة، كيف السمك في المداور؟ دنيا غرورة وعطسة، كيف السمك في المداور؟ كل زلعة تدي له رقصة، ساعة الصفا لم تشاور. لم الصراط هذا المحيط، على المقهى جئنا